إذن السلام عليكم. فيما يخص يعني الورقة التعريفية خاصة بمركز رفق للبحث العلمي للفهم واستيعاب على مدى يشتغل المركز، كيف يشتغل، شنو هي الرؤية، شنو هي الرسالة، شنو هي الفلسفة. ف يعني مركز رفق للبحث العلمي كمقدمة، كما كتعرفوا بأن البحث العلمي يعتبر ركيزة أساسية لأي مجتمع اللي بغى يتقدم وبغى ينهض على المستويات المختلفة ديالو، سواء الفكرية، الاجتماعية، السياسية ولا الاقتصادية. وطبعا أن جرت العادة أن المسؤولية دائما تكون ملقاة على الكاهل ديال الدولة باش أنها إلى بغات تحرك العجلة ديال النمو والتقدم. فبالنسبة للوطن ديالنا والمغرب ديالنا، هو ما كيتعتبرش يعني خارج السياق الدولي، وبالتالي حتى هو مسؤول كدولة وعندها مسؤولية باش أنها يعني تشتغل على هذا المجال ديال البحث العلمي. لكن يعني للتوضيح أكثر، أن المجتمع المدني خص حتى هو يهز واحد المسؤولية ويقوم بواحد الدور ديالو كواجب وطني تجاه ديال هذا يعني الملف ديال البحث العلمي، وما يبقاش فقط هو رهين ديال الدولة بوحدها. طبعا الدولة لها الإسهامات كبيرة ولها يعني دور استراتيجي، لكن يعني لما كنقولوا بأن المجتمع المدني خصو يساهم، فتقصدوا بأنه غادي يساهم كل واحد فينا على حسب المركز الموقع ديالو داخل يعني داخل المجتمع. طبعا الإيمان العميق بهذه الفلسفة هذه هو أحد الأسباب اللي خلى الولادة ديال مركز رفق البحث العلمي بالمغرب. وطبعا في المركز الرفق يعني نحن لا ندعي الانفراد ولا ندعي السبق ولا ندعي بأن نحن بوحدنا كاينين في الميدان. الحمد لله كاين مراكز عدة، كاين جمعيات كثيرة تشتغل في هذا المضمار، لكن حق لنا أن نفتخر الحمد لله بالمنجزات وبالأثر اللي درنا الحمد لله في المواكبة ديالنا للشباب والشابات في التكوين ديالهم، وأننا دخلنا هذه الفكرة هذه أيضا، ساهمنا كباقي يعني الجمعيات في المجتمع المدني باش البحث العلمي يكون يعني مسؤولية مشتركة ما بين يعني الحقل المدني وحقل ديال مؤسسات الدولة. وبالتالي في مركز رفق البحث العلمي هو كيتبنى هذا المشروع اللي بغينا باش أننا إشراك المجتمع المدني في النهوض في البحث العلمي من خلال التكوينات اللي كنديروها لمختلف الشرائح للمستفيدين اللي عندنا، بإعطائهم أدوات المنهجية ونعطيهم يعني واحد الدعم نفسي باش أنهم يستطيعوا يعطيوا البحث العلمي. وهذه الأنشطة هذه يعني اللي كان نقوم فيها على مستوى يعني مختلف المؤسسات والمعاهد، يعني الفكرة هي أننا نبغيو باش أنها يعني تعاون الدولة ديالنا باش انها تستطيع تعطي اكثر في البحث العلمي، لانه صعيب الدوله حاليا في ظل السياق الدولي الحالي، في ظل العولمه، ظل يعني المتغيرات، ان الدوله بوحدها تقوم في مجال البحث العلمي. لابد اننا نعاون الدوله ديالنا باش انها تستطيع تقوم بالمسؤوليه اللي ملقات عليها في الجانب ديال البحث العلمي، ويكون هذا المجتمع المدني وهذه الجمعيات عندها واحد الرغبه في التبشير وزرع روح الامل يعني الـ 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 يعني الـ في الـ يعني في المجتمع ديالنا، باش اننا ممكن نقنعوا الناس اننا ان شاء الله ممكن نساهموا في جانب البحث العلمي. وطبعا هنايا يعني من الافكار اللي كان خلتنا باش درنا هذه الجمعيه هذه، هو دائما لما كيتجبد البحث العلمي، دائما كيتجبد يعني بلو سونس نيجاتيف ديالو، ولا فينا هما لي مويان، فينا هو كذا وفينا هو كذا. فاحنا بغينا نعطيو توازن في الخطاب، لانه راه كاين الحمد لله امور زوينه، كاين امور اللي هي كاين نواقص نعم، ولكن خلينا نبينوا حتى الامور اللي هي زوينه. دونك السياق ان البحث العلمي هو يعد من اهم المؤشرات، ايضا ان يعني التوسيع ديال المفهوم ديال البحث العلمي اللي خصو يشمل جميع المستويات، ما يبقاش راهين فقط الدكتوراه، ولا فاش كنقولوا البحث العلمي تبدا نهضروا على لي بيبليكاسيون ولا كذا. اذا حنا بغينا نوسعوا هذا المفهوم ليشمل جميع المستويات، من الروض حتى سيقرا بعد الدكتور، يعني حتى ذاك الطفل الصغير راه ممكن يدير بحث علمي، حتى ذاك التلميذ ممكن يدير بحث علمي، حتى ديك ربة البيت ممكن يدير بحث علمي، حتى ذاك يعني الاستاذ ممكن يدير البحث العلمي، ماشي بالضروره خصك تكون مسجل في الدكتوراه عاد كتسمى بحث علمي. ولذلك يعني البحث العلمي كمنهج تفكيري اولا، ثم كعمليه انتاجيه ثانيا. صحيح ان عاوتاني ما بغيناش نبقاو
داك البحث العلمي اللي كيدير غير النظري خص يكون عنده اثر في المجتمع، لكن لابد الجانب الفكري يكون يعني متزين مبني بمنهج، ولكن ايضا يكون عنده اثر في الواقع. ف يعني ما نبقاوش غير اما احنا نظريين او لا تطبيقيين، يمكن الدمج ما بين الامرين. وهنا عاوتاني بالنسبه لي فاش كنهضروا على داك الانتاج، هذاك الانتاج يكون عنده تمثلات عده. يقدر يكون مثلا واحد الانسان يقدر يالف كتاب، يقدر يبيبلي ارتيكل، يقدر يدير دكتوراه، يقدر يدير مشروع، يقدر يصنع شي حاجه، يقدر يخترع شي حاجه، يقدر يدير قناه في مواقع التواصل الاجتماعي. اذا داك الانتاج يعني هو يختلف من ناحيه ديال التمثل ديالو، من ناحيه التنزيل ديالو، حسب القدرات ديال كل واحد فينا، ماشي بالضروره كلنا خصنا ننتجو كيف كيف. وايضا يعني نركزوا على المجال التعليمي بالخصوص، لذلك تنتوجهوا بزاف الجامعات للمعاهد. وفي الاستراتيجيه الجديده دابا ديالنا ديال لحد 2022 2027 اننا غادي نهبطوا حتى نمشيو للراود، نمشيو للمدارس، نمشيو لهذا، ولما لا الدخول الى فضاءات اخرى مختلفه على حساب الموارد البشريه اللي عندنا في المركز اللي استطاعت باش انها توصل ليه راها توصل ليه. اذا الافكار اللي كيشتغل عليها المركز هي اربع افكار رئيسيه مركزيه. الفكره الاولى هي المجتمع المدني والبحث العلمي، الفكره الثانيه التخصص الادبي والعلمي، ثم العلاقه بين الوظيفه والعلم، ثم المساهمه في البحث العلمي. باختصار غنشرح كل نقطه بسرعه. اشنو تنقصد بالمجتمع العلمي والبحث العلمي؟ راه هي الفكره اللي بدينا بها، بان خصنا نفهموا بان هذا البحث العلمي هو هم مشترك، وخصنا ضروري نتعاونوا جميع فيه باش ان ما يبقاش المفهوم مقتصر فقط على الجامعات. وخصنا نتبناو الفكره ان البحث العلمي هو مسؤوليه ديال الجميع، وان جمعيه المجتمع المدني هو نموذج مؤسساتي مدني اللي ممكن حتى هو يساهم في البحث العلمي. وخصنا نرخصوا او عفوا نرسخوا في الذهن ديال الطلبه وديال الناس بانهم مسؤولين اولا على النجاح ديال البحث العلمي وليس فقط المؤسسات. لما نتحدث عن النقطه الثانيه والركيزه الثانيه ديال التخصص العلمي والادبي، نقصد هنا خصنا نحاولوا ما امكن نحيدوا ديك الفكره المغلوطه ديال ان الادبيين مكلخين والعلميين مجاهدين، وانما ان لكل تخصص هو مطلوب في الدوله من اجل القيام بالنهوض ونبينوا الدور ديال كل تخصص ونحقق واحد الاندماج والتكامل. ولذلك عاده ما نتحدث في مركز رفق نتحدث عن التكامل المعرفي، وايضا نعرفوا كل الطلبه شنو هما يعني الدور ديال كل تخصص، ونحققوا ما سميناه بالتواد التخصصي. هي من الود، يعني ان ممكن انا نكون في واحد التخصص وعندي صديق في تخصص اخر ونحقق التواد التخصصي. وهذه الاهداف يعني كفيله بالعمل الجاد من اجل الدعائم التاليه اللي هي تصحيح المفهوم الاشتغال اولا، ثم ايضاح الرؤى، وايضا تحقيق ذلك التكامل المعرفي بين مختلف التخصصات. النقطه التاليه اللي هي العلاقه بين الوظيفه والعلم. هنا تنهضروا بانهم حنا كمركز ما كنعطيوش وعود اننا غادي نوظفوا الناس ولا غادي نلقاو لهم خدمه ولا هذا، لكن بغينا اننا نعطيو مساعدات في المهارات يعني ممارسه ديال البحث العلمي. بالتالي حنا مثلا ماشي الهدف ديالنا هو اننا نقلبوا الناس على خدمه، وانما نعطيهم ادوات. واذا مرات كيطرح الناس السؤال ما هي الابحاث التي تنجزون، او لا شنو هي الوظائف التي تعطون. حنا ما كنعطيوش لا وظائف ولا ابحاث، حنا كنشتغلوا على تكوين الباحث. والتصور ديالنا هو داك التكوين ديال الشخصيه مهم جدا، وهذيك الشخصيه ما يمكنش تكون الا ما زرعتيش فيها روح الامل، ويكون رائد وعنده افق كبير ان شاء الله تعالى، ويعرف بانه راه عندنا رواد وعندنا علماء وعالمات في المغرب يتعرف عليهم. ولذلك انا حريص في مركز رفق ان نستدعيو خبراء وعلماء باش يتعرفوا عليهم الشباب ديالنا. واكيد ان هادشي كله كنربطوه بواحد الفكره مهمه جدا، اننا حنا مركز غير ربحي، ولذلك جميع المؤطرين عندنا ما كيتخلصوش، كلشي مجاني، كلشي الخدمات كنقدموها مجانيا، لان بغينا نوصلوا الفكره كما تنقولوا لولاد الشعب، باش اننا نزرعوا فينالمون هذيك المحبه ديال العلم، وتكون يعني حب حقيقي ماشي ناتج على رغبه ماديه معينه. اخيرا كنقطه ديال المساهمه ديال البحث العلمي، هنا الفكره شنو هي؟ هي بغينا كما تنطلبوا من الدوله كنقولوا شحال كتساهم، يعني الدوله في البي بي ديالها في باش ديفلوبي لا ريشيرش سانتيفيك، لا ميم شوز، شحال كنساهموا حنايا في الفلوس ديالنا باش اننا نساهموا في التنميه ديال البحث العلمي. ولذلك الفكره ديال ان الدوله يعني هي المسؤوله بوحدها، هذه الفكره اصبحت متجاوزه. لابد اننا حتى حنا نربيو ولادنا، نربيو ريوسنا، نربيو
يعني الاصدقاء ديالنا، اننا حتى حنا يكون عندنا ميزانيه خاصه بالبحث العلمي في البيت ديالنا، في البورس ديالنا، في الصالير ديالنا، خاصه بالبحث العلمي كنديرها كما كنطلبوا الدوله، سنعطيو القدوه بعد حنايا لوليداتنا وعائلتنا اننا حتى حنا كنانفيستيو في البحث العلمي. وبالتالي هنا جات كلمه رفق اللي كتكون من ثلاث كلمات: رغبه، فرصه، قدره. فهي كلمه تحقق معادله اللي هي احياء الرغبات وفتح الفرص من اجل ابراز القدرات. مركز رفق تاسس يعني نظريا وفكره من 2010، ومرينا من عده مراحل، فانا بغيت نعاود لكم شويه التاريخ باش تعرفوا كيفاش هذه الفكره ديال مركز رفق. يعني بدات من 2010، كنا سمينا ديك الساعه مركز رفق للبحث العلمي والتدريب القيادي، لكن ما كانش عنده صفه قانونيه، كان يعني فقط يعني فكره تحوم يعني في العقليه ديالنا. ثم بعد ذلك حاولنا ان نؤسس مركز رفق للبحث العلمي والتربيه القياديه تاسيسا قانونيا، فشلنا في ذلك. ثم حاولنا تاسيس مركز رفق للبحث العلمي والتدريب القيادي محاوله اخرى لتاسيس القانوني، فشلنا في ذلك عراقيل قانونيه. ثم قررنا ان نحول المركز الى مشروع، فسميناه مشروع رفق للبحث العلمي والتدريب القيادي. الفرق ما بين المركز والمشروع هو اننا ولينا كنخدموا ا ديستانس، بدينا كندير دي فورماسيون في سكايب، بدينا كنديروا دي فورماسيون ا ديستانس. قلنا صافي سي با لا بين دو كريي، بما انه يعني لقينا اشكالات يعني في التاسيس ديال المركز من الناحيه القانونيه. لكن بعد ذلك لقينا تحديات اخرى، ما قدرناش نتحركوا باريحيه اكثر. قلنا غنأسسوا مركز رفق للبحث العلمي يعني في 2014، وتم التاسيس القانوني ديالو. فتم يعني المكتب الاول دام 3 سنوات، ثم المكتب الثاني دام 3 سنوات، ثم جات كورونا. يعني وبالتالي كان هناك نقاش ما بين اعضاء المركز لقرار النقل، لان اغلبيه ديال الاخوان اللي كانوا في فاس اللي فاش تاسس المكتب كلهم يعني انتقلوا، ما بقاوش في فاس. فكان قرار النقل ديال المقر الاساسي ديال الجمعيه من مدينه فاس الى مدينه الرشيديه، وراكم حضرتوا الجمع التاسيسي او الجمع التجديدي ذاك النهار. فبالتالي يعني تم تجديد المكتب الثالث الان بمدينه الرشيديه، وتعطت الصبغه الوطنيه للجمعيه. ف لما ندرس التاريخ ديال رفق نجد هناك صعود نزول صعود نزول، وامام كل نزول الا وفكره تتبلور من اجل الصعود مجددا، فهذا طبيعه اي عمل واي فكره تشتغل في الميدان. هذا تطور اللوغو ديال المركز رفق، ان المركز رفق للبحث العلمي والتدريب القيادي، مشينا للمشروع، مشينا للمركز تدريب واستشاره، ثم رجعنا الى مركز رفق للبحث العلمي بصيغته الاخيره. وطبعا هذا التسميه ديالها باللغه الامازيغيه، و اعتمدنا اللغة العربية واللغة الأمازيغية في اللوغو نظرا للغتين الرسميتين نفس الصور المغربي. مركز رفق للبحث العلمي أسنان ماسريف نرزو أمسان. ثم الأهداف التي يشتغل عليها المركز كما اطلعتم عليها وتعرفونها في القانون الأساسي، عندنا الهدف الأول اللي هو زرع روح الأمل عند التلاميذ والطلبة والأطر. عندنا الهدف الثاني التمكين ديالهم من الكفاءات تساعدهم على الإبداع. درنا الهدف الثالث هو المساهمه في اعداد وتنزيل المشاريع والابحاث، من باش ما نظريا ولكن نمشيو حتى للتطبيق. ثم ايضا المساهمه في الارتقاء بالمستوى التعليمي، ثم الاسهام في التثقيف على المحافظه على البيئه وتوفير وسط ايكولوجي وتربوي سليم. دونك هذو الاهداف الخمس اللي حطينا ذاك النهار في القانون الاساسي بعد يعني مشاورات بيننا كاعضاء. هذه الرساله والرؤيه ديال المركز. دونك رسالتنا الاسهام في تكوين ريادات فعاله واعداد مشاريع علميه، والرؤيه للمركز الابداعي الاول في مجال البحث العلمي. القيم اللي تبنيناها قيم الاتقان، قيم الابداع، قيم التميز، وقيمه الاستمراريه، 4 قيم مركزيه رئيسيه. والشعار الذي اتخذه المركز بالعلم نرتقي، وهو شعار مكون من كلمتين علم وارتقاء، ولذلك لا بد من النهوض بالمجتمع ديالنا ولكن عن طريق علم. ما خصناش يعني ننميو بلادنا عن طريق الجهل ولا عن طريق كوبي كولي، ولكن عن طريق العلم والابداع، فبذلك نرتقي. اذا المجالات الاشتغال اللي عندنا، المجالات بمقارنه مع السنوات الماضيه اضفنا الجانب الاجتماعي، كنا نشتغل في الجانب الفكري والجانب الثقافي. هذا العام او في هذه الولايه زدنا الجانب الاجتماعي، نظرا لان كنطالب من مجموعه من الاعضاء انهم تعجبهم يشتغلوا في الجانب الاجتماعي، فقلنا غادي نزيدوا حتى الجانب الاجتماعي اللي غادي يكون في يعني تكامل مع الجانب الفكري والجانب الثقافي. نقصد هنا بالجانب الاجتماعي مثلا
ممكن نمشيو واحد المدرسه نقدوها، ممكن نعاودوا لها الصباغه نمشيو لها مثلا كذا، ولكن غادي نديروا هذاك الشيء في اطار مشروع ديال البحث العلمي داخل تلك المدرسه، ماشي فقط غير باش نديروا الجانب الاجتماعي للجانب الاجتماعي، ولكن الجانب الاجتماعي وفي عمقه البحث العلمي. هادو قواعد، اربعه القواعد ديال الاشتغال في المركز مهمه جدا، الله يجزيكم بخير نركزوا عليهم، لان نتفقوا حاجه خلينا نخدموا مع بعضياتنا. فكان اربعه القواعد اشتغلنا بهم في الولايات السابقه والحمد لله عطت نتائج طيبه. القاعده الاولى اللي هي لا نلزم احدا بشيء ولكن من الوفاء لمن عاهد. يعني دابا حنا بيضتنا كاعضاء فاش نكونوا جالسين في شي اجتماع ولا كنتفقوا على شي خدمه، حتى واحد ما كنبزو عليه يدير شي حاجه، ولكن اللي قال لنا مثلا انا قد ندير هذه يوفي بها. فمعنا اعضاء اللي ممكن مثلا يدير معنا انطاش مره في العام، الله يسخر ما عندناش مشكل يعني. وكاين اللي معنا ما كيدير حتى طاش، كيدعي معنا وتيحضر معنا نهار كيقلب نهار يسالي ان شاء الله ممكن يتعاون معنا، لا باس في ذلك. انا ماشي بالضروره خصك تكون معنا خصك دير شي حاجه، لا ولكن غير لو فات بانك معنا راه هذاك خير كبير. القاعده الثانيه هي التضحيه، ليست بامر اجباري ولكنها قناعه شخصيه. احنا ماشي بالضروره ندبزوا على الاعضاء باش انهم يحضروا الاجتماعات ولا انهم يساهموا معنا ولا لا، لا التضحيه هي قناعه شخصيه. فبالتالي اللي كيضحي ماشي بدا يقارن راسه مع الاخر يقول انا كنضحي بزاف ولا اخر، اذا انت ما تضحيش، لا كل واحد كيضحي على حسب الجهد اللي قدر الله سبحانه وتعالى. ثم افساح المجال للابداع وليس العيب في الخطا. فبالتالي الانسان ممكن انه يخطا، هذا طبيعي، لذلك الانسان يزعم وينطلق ان شاء الله تعالى باش انه يبدع داخل فضاء مركز رفق البحث العلمي. ثم اخيرا الاخوه اسمى من الانشطه ومن المركز ككل. اذا احنا بغينا نبقاو خوت نشتغلوا خوت، وكاع الا كنا بغينا نديروا شي نشاط واختلفنا كنقولوا بان الاخوه اسمى من الانشطه. بالتالي اي نشاط ممكن يفرقنا كنحيدوه، لان خصنا نبقاو خوت مع بعضنا. اختم بنشيد لمركز رفق، ادعوكم تستمعون الى نشيد مركز رفق وبه ان شاء الله تعالى نفتح المجال، فادعوكم تستمعون الى النشيد. رفقا تعال نهجنا ودأبنا، للعلم نسعى باحثين في إباء، تشييد صرح قد بناه عزمنا، عزما تبدى في رباط وإخاء. رفقا تعال نهجنا ودأبنا، للعلم نسعى باحثين في إباء، تشييد صرح قد بناه عزمنا، عزما تبدى في رباط وإخاء. يا مركزا للعلم يا رمز العطاء، يا واحة للبذل من فيض السماء، يا بذرة للخير قد بذرت سنا، بفاس أرض العلم من وهج الضياء. يا مركزا للعلم يا رمز العطاء، يا واحة للبذل من فيض السماء، يا بذرة للخير قد بذرت سنا، بفاس أرض العلم من وهج الضياء. في رغبة نحيا لها وفرصة تعلو بنا، وقدرة نبدع بها رفق يزيد نلقينا، في رغبة نحيا لها وفرصة تعلو بنا. وقدرة نبدع بها رفق يزين رقينا، رفق يزين رقينا. لا 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 لا. وبالتالي هذا نشيد مركز رفق للبحث العلمي بصوت الأخ هشام، هو من الأعضاء المؤسسين لمركز رفق. إذا الآن يعني الحمد لله يعني تم تأسيس يعني المركز من الناحية القانونية بالرشيدية،
عندنا مقر ديالنا في العيل العاطي واحد اليوم، يعني مشكور الأخ إبراهيم السيد الأمين المال على المجهودات باش أننا فتحنا يعني رقم الحساب البنكي ديالنا بالقرض الفلاحي. إذا هذا كل ما هو موجود يعني عندي يقدمه لتعريف بمركز رفق للبحث العلمي.